تأكيدات دولية وإقليمية على ضرورة إحلال السلام في اليمن، وتقارير تؤكد طرح المبعوث الأممي مقاربة جديدة لحل الأزمة. أمين عام جامعة الدول العربية يدعو مجلس الأمن للضغط على ميليشيات الحوثي لإحلال سلام شامل في اليمن. كاميرا للغد المشرق ترصد وراء المواطنين بانتشار وترويج وتعاطي المخدرات في وادي حضرموت. حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية جديدة من الغد المشرق. ناقش رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي مع وزيرة خارجية مملكة النرويج إنكن هوتفيلد مستجدات الأوضاع اليمنية. وأكد العليمي خلال اللقاء التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بنهج السلام الشامل، معربا في ذات السياق عن تطلعه إلى مضاعفة الجهود الإقليمية والدولية وتكاملها من أجل صناعة التحول المنشود الذي يتطلع إليه جميع اليمنيين في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب. أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال اجتماع مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أهمية التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية من أجل إنهاء معاناة الشعب اليمني، ذلك وسط جهود أممية وإقليمية مستمرة لإحلال السلام في اليمن. تصدر محور السلام وتعنت الميليشيات الحوثية جلسة مباحثات يمنية أمريكية حول جهود إنعاش العملية السياسية في البلاد. وخلال لقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في العاصمة السعودية الرياض، أشاد العليمي بدور الولايات المتحدة من أجل تجديد الهدنة وإنهاء المعاناة الإنسانية التي صنعتها الميليشيات الحوثية، إضافة إلى المساهمات الأمريكية المقدرة على صعيد محاربة تهريب الأسلحة الإيرانية والمواد المخدرة. من جانبه أكد بلينكن التزام الولايات المتحدة بدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ومواصلة تدخلاتها الإنسانية والإنمائية في اليمن على كافة المستويات، كما أعرب عن قلقه إزاء الإجراءات الحوثية التي تعيق تدفق البضائع داخل اليمن وتفاقم معاناة الشعب اليمني. وعلى صعيد متصل، كان بيان صادر عن اجتماع وزاري مشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية، أكد على أهمية جهود السلام المستمرة التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن، حيث أعرب الوزراء عن تقديرهم الفائق للجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ومبعوث الأمم المتحدة ومبعوث الولايات المتحدة في هذا الصدد. وحث البيان الميليشيات الحوثية على اغتنام هذه الفرصة والاستفادة من الأشهر 14 الماضية الأكثر هدوءا واستقرارا لتقديم الإغاثة لملايين اليمنيين. وشدد الوزراء على أهمية الاستمرار في تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني في جميع مناطق اليمن وتقديم الدعم الاقتصادي والتنموي في جميع أرجاء البلاد، كما وعبر المجتمعون عن أملهم في رؤية عملية سياسية يمنية شاملة تفضي إلى وضع نهاية دائمة للصراع وتستجيب لدعوات اليمنيين للعدالة والمساءلة والمحاسبة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وتضع البلاد على طريق التعافي. إلى ذلك، ذكرت تقارير صحفية أن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جوردنبرغ طرح مقاربة جديدة تمهد لحل شامل للأزمة اليمنية. لم تتمكن الجهود الأممية حتى اليوم من تحقيق أي اختراق في جدار الأزمة اليمنية، لكنها أيضا لم تتوقف. يواصل الوسيط الدولي إلى اليمن هانس جروندبرغ جهوده وجولته إلى المنطقة للقاء الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي الانقلابية وكذلك مسؤولين سعوديين وعمانيين. يكافح المبعوث الأممي لتحقيق تقدم في مسار الأزمة والبناء على وقف المعارك العسكرية. وفقا لصحيفة العرب اللندنية، طرح الوسيط الدولي في جولته الأخيرة إلى السعودية وعمان مقاربة جديدة تمهد لحل شامل للأزمة اليمنية، مرجحة طرح خطة جديدة للسلام في البلاد قريبا. تقول الصحيفة ذاتها إن الأمم المتحدة بدأت جهودا منفصلة عن الجهود الإقليمية لمحاولة التوصل إلى اتفاق
ومرجحة طرح هذا الاتفاق في أعقاب الجولة الأخيرة التي ستشمل أيضا القوى السياسية. لم تكشف معالم الخطة، لكنها تبدو قائمة على مراحل، تبدأ باتفاق لوقف إطلاق النار بعد انتهاء الاتفاق السابق، وإجراء مشاورات لبناء الثقة في الجوانب الاقتصادية والعسكرية قبل الانتقال إلى مفاوضات شاملة لتشارك السلطة. بحسب الصحيفة اللندنية، تجمدت جهود الوساطة السعودية والعمانية بسبب شروط ميليشيات الحوثي التي حالت دون التوصل إلى اتفاق، إذ تصر هذه الميليشيات على رفع سقف شروطها والنظر إلى أي تسوية من منظار مدى استجابتها لطموحاتها الخاصة وأجنداتها، وهذا التماشي سيقود إلى طريق مسدود، ولن تنجح أي وصفة أممية كانت أو إقليمية في حل الأزمة كما تتحدث الصحيفة. يتسيد الجمود إذن المشهد السياسي اليمني، وتغيب فرص كسر هذا الجمود رغم المحاولات الأممية المتكررة. فهل بات مصير كل الجهود السياسية الفشل في حل الأزمة اليمنية؟ فحتى اللحظة يقول مراقبون إن الفشل قد حدث في أول خطوات السلام، وإن نجاح هذه الجهود مرهون بإعادة صياغة المشهد العسكري على الأرض مجدداً، ودون ذلك لن يستجد أي شيء في مسار الأزمة اليمنية التي يمتد عمرها 9 أعوام. قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في جلسة مجلس الأمن رفيعة المستوى حول التعاون بين جامعة الدول العربية ومجلس الأمن، قال إن الهدنة في اليمن ساهمت في تخفيض حدة الصراع رغم رفض ميليشيات الحوثي تمديدها. وأشار أبو الغيط لأن الوضع في اليمن ما زال مأساويا، مؤكدا أن الحل السياسي للأزمة يظل ممكنا، خاصة لو بذلت ضغوط كافية على الطرف الحوثي على حد قوله. كما أضاف أن الاتفاق السعودي الإيراني في مارس الماضي يفتح أفقا مهما يجب اغتنامه من أجل تحقيق تسوية في اليمن. من العاصمة عدن ينضم إلينا أسامة الشرمي وكيل وزارة الإعلام. مرحبا بك معنا أسامة. جولة جديدة من المباحثات الأمريكية ركزت هذه المرة على محور السلام والتعامل مع تعنت الميليشيات، برأيك ما هي الأبعاد التي جعلت هذا الملف يتصدر هذه الجولة بالتحديد؟ أولا نمسي عليك وعلى السادة المشاهدين. طبعا أولا نشيد بالمضامين التي جاءت في لقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مع رئيس مجلس القيادة فخامة الرئيس رشاد محمد العليمي، والتي حرصت فيها على دعم مجلس القيادة والإشادة بدوره والتنديد بممارسات ميليشيا الحوثي المعرقلة لعملية السلام في اليمن. هذه المضامين في رأيي بأنها تجعلنا ندخل إلى إجابة السؤال، يعني ما الذي يجعل الملف اليمني هو الأول اليوم على الساحة الوطنية؟ أولا نحن إزاء تصعيد إعلامي حوثي كبير جدا يهدد باستهداف ممرات الملاحة الدولية أولا، ويهدد أيضا باستهداف منابع الطاقة عالميا المملكة العربية السعودية، وبالحرف الواحد يذكرها قيادات صف أول في جماعة الحوثي بأن لديهم منظومة صاروخية هدفها الوحيد المملكة العربية السعودية، وبأنها على وشك ضغط الزناد ما لم تذعن المملكة وما لم يذعن اليمنيين لشروط هذه الجماعة، وأن يدفعوا كل مواردهم لصنعاء حتى تبددها على الحرب تجاه العالم. هذه ببساطة شديدة هي الأمور التي دفعت الملف اليمني ليتصدر حاليا. هذا بالإضافة إلى أن الاتفاق ما بين المملكة العربية السعودية وإيران ربما يجعل إيران في معزل عن اللوم، ونحن بهذه الطريقة يعني بقدر ما كسبنا ورقة للضغط على جماعة الحوثي نحن أيضا خسرنا ورقة في الضغط على إيران نفسها التي كانت تعد الممول الأول لجماعة الحوثيين. أيضا هنالك مجموعة من الأوراق السياسية التي كانت فاعلة في اليمن خلال المرحلة الماضية، منها التحركات الجنوبية، منها ألوية العمالقة وتحركاتها ضدا من ميليشيا الحوثي، كل هذه الأمور توقفت بناء على تنسيق مع الأشقاء في التحالف العربي وتحديدا المملكة العربية السعودية، وهذا ما يجعل ميليشيا الحوثي لربما أكثر بجاحة في إطلاق التصريعات هنا وهناك. الملف يجب أن يعود إلى الطاولة من جديد سلما أو حربا، الأمم المتحدة بعيدة كل البعد عن إيجاد اختراق في جدار الجمود فعلا. تفضل.
لكن الدكتور العليمي ركز على الجهود المشتركة الأمريكية اليمنية في جانب محاربة تهريب الأسلحة الإيرانية والمواد المخدرة التي ربما أصبحت ضمن الخطط البديلة التي تستخدمها الميليشيات والتنظيمات الإرهابية. من هذا المنطلق سيد أسامة، كيف تقرأ المشهد وتحديدا في ظل تأكيد بلينكين على التزام الولايات المتحدة في مواصلة دعمها واستمرار تدخلاتها على مختلف الأصعدة؟ طبعا لا مجال للعالم الا ان يدعم الحكومه الشرعيه ومؤسسات الدوله الوطنيه في مواجهه صلف ميليشيا الحوثي، وان يدعموا ايضا مكافحه عمليه تهريب الاسلحه والمخدرات الى اليمن. تخيل عزيزي بان ايران لا تدعم الحوثي وحده في اليمن، ايران تدعم ايضا القاعده، وهذه مساله خطيره جدا، تدعم القاعده اما بالسلاح، واصبح اليوم تنظيم القاعده يمتلك طائرات مسيره وفي عمليه نقل تقنيه خطيره جدا لهذه التنظيمات تقوم بها ايران، وهذا دليل ايضا اخر على ان ايران دوله مارقه لن تلتزم باي اتفاقات لا برعايه صينيه ولا برعايه امريكيه سواء مع المملكه العربيه السعوديه او مع اليمنيين. الدعم بالمخدرات هو ياتي في اطار عمليه التمويل هذه التي ترجع براءة الاختراع فيها إلى حسن نصر الله، وتهريب الكبتاغون والمخدرات إلى دول العالم بديلا عن يعني للحصول على تمويل على الأقل لعملياتها الإرهابية التي تمارسها سواء في سوريا أو في لبنان أو في اليمن. إجمالا الممارسات الإيرانية خطيرة، والتعاون مع الأمريكان بالتنسيق مع الأشقاء في التحالف العربي أمر غاية في الأهمية، كون التقنيات التي تمتلكها اليوم إيران كبيرة جدا، وعند تصديرها إلى جماعات منفلتة خارج إطار القانون فهذا فيه تهديد ليس فقط للسلم والأمن الدوليين، بل تهديد حتى للإنسان والمواطن العادي في المناطق التي تتواجد فيها ميليشيا الحوثي. نحن نعرف بأن ميليشيا الحوثي اليوم عندما تستخدم الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة هي في غالب الأحيان تستهدف تجمعات سكانية ومخيمات النازحين. كذلك تنظيم القاعدة بات يستخدم اليوم الطائرات المسيرة الإيرانية تجاه يعني الحزام الأمني وعمليات سهام الشرق ويعني القوات والوحدات العسكرية الأمنية التي تكافحهم في الجنوب أو حتى في مناطق مأرب. كل هذه الأمور تدفعنا إلى التأكيد على أهمية التعاون مع الجانب الأمريكي بما يضمن محاربة الإرهاب سواء كان هذا الإرهاب حوثي أو قاعدي، وأيضا بما يضمن تقليل سطوة وسيطرة القلم البريطاني على يعني مخرجات الملف اليمني حتى داخل مجلس الأمن. قبل أن ننتقل أو نستمر في الحديث حول هذه التفاصيل، لربما تابعنا الكثير من الحملات التي تقوم بها القوات المسلحة الجنوبية بكافة تشكيلاتها وانتماءاتها. هناك يقظة واسعة في الجنوب حول المخدرات حتى لا يقع الفاس على الرأس كما يقال. هذا الوعي اليوم ماذا يدل أو على ماذا يدل في حال فشلت الميليشيات الحوثية من أي إحداث أي تقدم عسكري لربما؟ شوف عزيزي، في التاريخ دائما تخبرنا يعني تاريخ الدول التي تهاوت بأن الدول لا تتهاوى بالسلاح وإنما تتهاوى بانهيار الأخلاق والمنظومات، وتقريبا عادة يتم الانهيار من خلال دس المخدرات والملهيات إلى هذه المجتمعات، وهذا تسبب بانهيار دول عظمى مثل الحضارة الصينية والحضارة الهندية في يد الملكة فيكتوريا في مرحلة من المراحل. وفي هذه المرحلة لا تختلف المسألة عن هذا السياق، كون إيران تستخدم أيضا المخدرات والملهيات، وحتى النساء في كثير من الأحوال كما بدأت تتكشف الملفات الآن مؤخرا تستخدمهم استخدام رخيص لإسقاط الدول وإسقاط الرموز وإسقاط الشخصيات الوطنية، وهذه المسألة يجب الحذر منها كونها قضية أمن قومي، ليست فقط قضية أخلاقية أو أمنية في المقام الأول، هذه قضية أمن قومي تستهدف البلد وتاريخه وحضارته وإنسانه إلى ما بعد مئات السنين، وليس فقط المسألة قضية ابتزاز أشخاص ويعني المرور أمني بحت يعني. لكن لو نعود للحديث عن الجهود الأممية، هناك من يرى أنها حتى اليوم لم تستطع إحداث أي تقدم في الأزمة اليمنية عدا بعض الملفات التي لا تكاد تذكر ولكن نتابع استمرارها. برأيك ما هي أسباب هذا العجز إذا صح التعبير، سيما أننا نتابع بعض المصادر التي ترجع وجود خطط بديلة في هذه التحركات الأخيرة؟
هناك ثلاث مسلمات لدينا عزيزي الآن، هذا سؤال جميل أنا أشكرك عليه. هناك لدينا ثلاث مسلمات رئيسية يجب الإقرار بمضامينها. أولا أن جروندبيرغ فاشل، فاشل بكل ما الكلمة بمعنى، لا لغة ولا تحركا ولا استشارات ولا خطط، لم ينجح في أي من هذه المسارات الثلاثة، وهو فقط ينظم يعني مؤتمرات وندوات للناشطين في الرسم على الجدران والناشطات في تحرير المرأة من يعني مسائل هامشية بل ليست موجودة في اليمن وليست في قائمة أولويات الملف اليمني. هذا أولا فشل جروندبيرغ. والأمم المتحدة إجمالا هي متأخرة، هي متأخرة كثيرا جدا في الملف اليمني. أنا في اعتقادي بأن الأمم المتحدة يعني إذا كنت متفائلا سأقول بأنها متأخرة عام كامل عن متابعة وملاحقة مستجدات الملف اليمني. منذ تأسيس مجلس القيادة الرئاسي والأمم المتحدة لم تعد على يعني لم تحدث بياناتها على الأقل بخصوص المشهد وتفاعلاته والرؤى التي بالإمكان أن تطبق في هذا المسألة الثانية. المسألة الثالثة أن الأمم المتحدة منذ اتفاق ستوكهولم، اتفاق الحديدة، أصبحت مشكوك في أمرها بالنسبة للقوى الوطنية. يعني الأمم المتحدة ستتدخل فقط لإنقاذ جماعة الحوثي كلما شنت المقاومة الشعبية أو المقاومة الجنوبية أو قوات العمالقة أو الجيش الوطني هجوما على ميليشيا الحوثي؟ ستتدخل الأمم المتحدة لتقول بأن الحديدة خط أحمر وأن صنعاء خط أحمر وأن هذا كلام فاضي جدا لن يقبل به أي حر؟ ولهذا نجد الأمم المتحدة بعيدة كل البعد، وهي لم تخسر فقط الجانب الشرعي، هي لم تخسر فقط جانب القوى الوطنية، هي خسرت أيضا حتى الميليشيا الموالية لإيران، لأن مساعي الأمم المتحدة لم تعد مجدية لها، هي أخذت ما تريده من الأمم المتحدة، وبالتالي لا تستطيع الآن الأمم المتحدة أن تضغط على ميليشيا الحوثي. كنا في يوم من الأيام نقول بأن اتفاق الحديدة بمساوئه لكنه ربما سيكون ورقة ضغط بيد الأمم المتحدة على ميليشيا الحوثي، ولكن هذا الأمر لم يتم، وهذا ما أفقد الأمم المتحدة مصداقيتها. وهذا ما يقودنا نعم تقوم به المملكة العربية السعودية وعمان، وجروندبيرغ بعيد كل البعد عن هذه المسألة بحور النقارات. هذا ما يقود بالتأكيد إلى ما أشار إليه أمين عام جامعة الدول العربية أبو الغيطحة، أشار إلى أن الوضع في اليمن ما زال مساويا، وأن الحل السياسي للأزمة يظل ممكنا شريطة بذل ضغوط كافية على الطرف الحوثي. ما مدى دقة هذا الطرح برأيك؟ صح. والميليشيات تضع شروط معقدة لربما تحد من أي حلول ولكن حقيقية. أنا أتفق مع ما طرحه الأخ الأمين العام لجامعة الدول العربية في هذا الاجتماع الاستثنائي الهام مع مجلس الأمن، ولكن ما هي الضغوطات التي هنالك فرق ما بين ما تملكه الأمم المتحدة من ضغوطات على جماعة الحوثي وما تريد أن تضغط به، بمعنى أدق ما هي الضغوطات التي تمتلكها الأمم المتحدة على جماعة الحوثي؟ كثير من الضغوطات، منها إيقاف اتفاق الحديدة، منها دعم الحكومة الشرعية والتحالف العربي، منها إصدار قرار بتجميد أموال وأرصدة كثير من الشخصيات والخلايا التابعة لميليشيا الحوثي، ومنها أيضا تصنيف جماعة الحوثي كحركة إرهابية. ولكن هل تريد الأمم المتحدة أن تقوم بكل هذه الضغوطات؟ لا، وتعرف جماعة الحوثي أن الأمم المتحدة لا تريد هذا، وبالتالي جماعة الحوثي تتصرف بهذه العنجهية لأنها تعرف بأن الأمم المتحدة لا تريد أن تضغط عليها، وبأنها تسعى فقط لابتزاز التحالف العربي، المملكة العربية السعودية، للحصول على مكاسب ربما هنا أو هناك في مقابل انهيار الدولة اليمنية وتسليمها لإيران. نعم، أنا أشكرك جزيل الشكر السيد أسامة الشرمي وكيل وزارة الإعلام على كل هذه الإيضاحات وعلى تلبيتك للدعوة، شكرا جزيلا لك. رصدت كاميرا الغد المشرق آراء المواطنين بانتشار ترويج وتعاطي المخدرات في وادي حضرموت، حيث طالب المواطنون برحيل المنطقة العسكرية الأولى التي قالوا أنها السبب الرئيسي في انتشار المخدرات بالوادي. تعتبر المنطقة الأولى، المنطقة الأولى هي بؤرة المخدرات، وهي الدولة الثانية في الشرق الأوسط تعتبر حضرموت، من منطقة بن عفان إلى المنطقة الأولى سيوون وإلى مارب وإلى المهرة، هذيلا كلهم شبكة واحدة في تهريب المخدرات، من ضمنها حزب الإصلاح والحوثيين والمشبوهين في الوادي. وهذا يعني صارت سيئون أو الوادي المنطقة الأولى هي يعني مرتع لهذيلا يتمشون ويوزعون المخدرات والشبو وغيرها. إن شاء الله تجار المخدرات هذيلا لهم الضرب لهم،
هم ذا يدخلون الاشياء هذه الشبو والحبوب هم التجار اديله اديله ان شاء الله ما نقضى عليهم ان شاء الله باذن الله ان شاء الله لهم القضاء اديله. نحن نطالب بالسلطه المحليه ممثله بالمحافظ محافظه حضرموت الاخ مبخوت بن ماضي بان يتدخل لحل مشاكل المخدرات ويضرب بيد من حديد هو وقائد المنطقه العسكريه الثانيه فايز التميمي وأن يكونوا حل للشباب لأن هذه الآفة خطيرة جدا وقد انتشرت بين الشباب من أسبابها الفقر. يقول لك مسك الرأس الكبير يعني إذا مسكت التجار الكبار طبعا الصغار اللي بيكون عملية اللي بسيطة تم القبض عليهم أهم شيء المخدرات آفة هذه يعني خبيثة أعوذ بالله. نقدم رسالة للشباب والمنطقة الأولى برضه أن يرحلوا ويروحون على بلادهم هناك يرحلون بلادهم ماشي داعي يعني للانتشار الشبو والمخدرات والفساد أن الفساد كله ياتي من هناك هناك ما في هناك في تسوق ما في يعني زي الساحل شديد. بدأت وزارة الأوقاف عملية تفويج حجاج بيت الله الحرام جوا من مطار عدن الدولي بواقع 140 حاجا ضمن ما يقارب 6000 حاج. أكدت الوزارة أن حج هذا العام يسير وفق خطة مسبقة من أجل تقديم أفضل الخدمات لحجاج اليمن بحيث يؤدون مناسكهم بكل يسر وسهولة. كما ثمنت الوزارة اهتمام القيادة السياسية ومتابعتها الحثيثة لسير إجراءات تفويج الحجاج. نشرتنا متواصلة وتتابعون فيها أيضا بعد الفاصل. المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت ينظم يوما ترفيهيا للأطفال الأيتام في المكلا. من جديد أهلا بكم. ناقش القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة فيصل فعلي مع القائم بأعمال رئيس اللجنة الوطنية لخزان صافر الكابتن يسلم مبارك الترتيبات الأخيرة لتفريق الناقلات صافر. وخلال الاجتماع شهد الجانبان بالجهود المبذولة والاهتمام من قبل القيادة السياسية والمبعوث الأممي في العمل العاجل لوضع الحلول للناقلات صافر. وأفاد الكابتن يسلم مبارك بوصول الناقلة البديلة التي سيتم تفريغ النفط الخام إليها خلال الأسبوع القادم تقريبا، حيث سيجري تسجيلها من قبل الهيئة العامة للشؤون البحرية بحسب الترتيبات التي تمت مع الأمم المتحدة. نظمت إدارة الشباب والطلاب والمرأة والطفل بالهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت يوما ترفيهيا للأطفال الأيتام في مدينة المكلا. وتضمن اليوم الترفيهي تنظيم مجموعة من الألعاب المتنوعة والعروض والفقرات الترفيهية بالإضافة إلى رحلة استطلاعية إلى مصنع الغويزي لتعليب الأسماك ومتحف المكلا بالقصر السلطاني. وتهدف المبادرة إلى إدخال الفرح والسرور إلى نفوس الأطفال. إلى شبوة حيث اختتمت مؤسسة الشيخ خليفة للأعمال الإنسانية برنامج التدشين الرسمي للمرحلة الأولى من دعمها للقطاع الصحي بمحافظة شبوة وذلك بتدشين الدعم في مستشفى الدفيعة بمديرية بيحان. ختامها مسك. تحت هذا العنوان ترتص عشرات الأسطر المعبرة عن أسبوع من تدفق نهر العطاء الإماراتي على محافظة شبوة. وهنا في مديرية بيحان كانت المحطة الأخيرة من المرحلة الأولى من دعم مستشفيات المحافظة عبر بوابة مؤسسة الشيخ خليفة للأعمال الإنسانية. هذه المديرية بشكل الرقم الأول من حيث الكثافة السكانية، وقد شاهد اليوم بعينهم عدد الأطفال وعدد الأمراض الذين يرتادون هذه العيادات، والحمد لله الأمور تسير بشكل طيب. ونحن بدأنا بإذن الله تعالى في مرحلة المعافاة في هذا المرحلة، فشكرا لكل من حضر وشكرا لكل من دعم وساهم. ندشن اليوم المرحلة الأولى والمستشفى الأخير من مرحلة الأربع المستشفيات، المرحلة الأولى المدعومة من قبل مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية. نشكر دولة الإمارات العربية المتحدة على دعمها بذراعها الخيري مؤسسة خليفة بن زايد، كما لا ننسى أن نشكر الأخوة في السلطة المحلية الممثلة في الأخ المحافظ على جهوده ودعمه للقطاع الصحي.
ابتسامات، ضحكات وفرحة عارمة لدى كبار القوم وصغارها، تعكس ما تحمله القلوب هنا من معاني الشكر والعرفان لدولة الإمارات العربية المتحدة على ما تقدمه من خيرات، لا سيما في محور مديريات بيحان التي عانت في سنوات مضت آهات الحرب وتداعياتها. قمنا اليوم بمشاركة الأخ وكيل المحافظة وأعضاء السلطة المحلية ومدير مكتب الصحة بافتتاح قسم الأشعة المقطعية المقدم من مؤسسة خليفة بن زايد، وهو جهاز أشعة مقطعية ديجيتال الحديث، كون هذا الجهاز كان لا يوجد في هذه المديرية والمديريات المجاورة لها، وكان يعتبر حلم لأبناء المديرية والمناطق المجاورة لها توفير جهاز أشعة مقطعية، كان يضطر المواطنين من السفر إلى أماكن بعيدة إلى عاصمة المحافظة عتق أو إلى محافظة مأرب. فلسفة هذا العطاء تكمن في الصعود إلى قمة الخدمات الطبية بإنعاشها والدفع بها إلى الأمام، ابتداء بأربعة مستشفيات محورية، ومن ثم إطلاق المرحلة الثانية بتأهيل 12 مستشفى من مستشفيات بقية المديريات خلال الأشهر القليلة القادمة. بتدشين مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية بدعمها لمستشفى الدفاعة في بيحان، تكون المؤسسة قد أكملت المرحلة الأولى من دعمها للقطاع الصحي في محافظة شبوة، والذي بدأ بمستشفى الأمومة والطفولة في عاصمة المحافظة عتق، ثم مستشفى عزان، ثم مستشفى عرمة. جمال شنيتر لقناة الغد المشرق من مستشفى بيحان محافظة شبوة. نهاية النشرة مشاهدينا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. تأكيدات دولية وإقليمية على ضرورة إحلال السلام في اليمن، وتقارير تؤكد طرح المبعوث الأممي مقاربة جديدة لحل الأزمة. أمين عام جامعة الدول العربية يدعو مجلس الأمن للضغط على ميليشيات الحوثي إحلال سلام شامل في اليمن. كاميرا الغد المشرق ترصد آراء المواطنين بانتشار ترويج وتعاطي المخدرات في وادي حضرموت.